أم حبيبة كانت بتحط وردة حمراء كل يوم على قبر زوجها. النهاردة هاخدكم جولة نيلية من أسوان المدينة إلى النوبة. تيندوا أسوان الأرض الطيبة، أسوان النيل. النيل هنا مختلف، النيل هنا يختلف تماما عن باقي الجمهورية. هنا هتحس بجمال النيل، هتلاقي فيه بيئة نظيفة جدا. المميز في أسوان إن احنا مش مرتبطين بمواقع أثرية فقط، انت ممكن تزور أماكن شواطئ نيلية أو محميات طبيعية زي محمية سالوجة وغزال، وفي مواقع أثرية طبعا معابد فيلة، وطبعا مسلة الناقصة والسد العالي وحاجات كتيرة جدا نقدر نزورها في أسوان. واحنا في طريقنا هنقابل أماكن كتيرة جميلة جدا، من ضمنها مقبرة الأغا خان محمد شاه من أصول باكستانية على هندية. اشترى المكان ده من محافظة وبنى فيه فيلا، وبعد كده بنى قبره. الجميل بقى ان زوجته ام حبيبه كانت بتحط ورده حمراء كل يوم على قبر زوجها. من الاماكن اللي هنقابلها واحنا رايحين النوبه محميه سالوجه وغزال. هي محميه حوالي 500 متر او نص كيلو، يعني محميه طبيعيه بتضم اكتر من 60 نوع من الطيور المهاجره والطيور اللي هي مستوطنه المكان. واحنا في طريقنا المفروض ان احنا نمر على مكان الشلال الاول او الجندل الاول. الشلال الاول كان موجود في مصر، مكانه الحالي هو مكان خزان اسوان، ذا اولد دام. المكان ده هو كان الشلال الاول. واحنا وماشيين هنلاقي صخور جرانيتيه شكلها مختلف تماما عن الصخور اللي انت ممكن تشوفها في مصر كلها. الأماكن اللي احنا هنشوفها في طريقنا واحنا رايحين النوبة جزيرة عريقة، جزيرة قديمة هي لسه محتفظة طبعا بالعادات والتقاليد النوبة القديمة والبيئة النوبية والمباني النوبية القديمة اللي هي كانت مبنية من طوب اللبن والأحجار الجرانيت. جزيرة سهيل لو ناي تاوير ملتاوي نوبيغا عربيغي هواجاغي مصريغي ملتاوي الجبراح بير الدغود، يعني السياح النوبيين المصريين كل يقع شبك على راسي.